عرف نفسك؟ مش لازم لازم من الاسم ماشي يعني عرف الموضوع. انت اهدافك وجاي ليه النهارده معتصم؟ مفيش، انا واحد من كل الشباب اللي موجوده هنا النهارده، كنت مشارك قبل كده بس نازل اكمل عشان مفيش حاجه بتحصل. يعني شاركت 25 يناير في الثوره؟ ما شاركتش 25، ما شاركتش 28، بس من بعد كده كنت موجود. جاي بتكمل تمام. شعورك النهارده؟ انا شايف النهارده يعني انا كشخص حاسس النهارده ليله عيد. انت شعورك ايه بقى؟ انا حاسس ان الاعتصام راجع لحد ما الناس فاهمه هي بتعمل ايه المره دي. الموضوع منظم اكتر، في حركات كتير وجبهات كتير بتتحرك في الموضوع، مش حد معين لوحده، مش عشوائي بمعنى صح زي الاول. الناس واخده بالها من الاعتصام يبقى شكله ايه، التنظيم جوه الصينيه يبقى عامل ازاي، مراعاه الميدان في الشارع يبقى المرور حركته يبقى شكلها ايه، التنظيم الامني يبقى عامل ازاي، لحد ما الناس واخده بالها من الموضوع ده المره دي اكتر من اي حد. لاي حد كده يعني ده صح بمعنى صح، يعني الناس اتعلمت تقريبا من الاخطاء بتاعتها. طب الاهداف بقى يعني الاهداف رقم واحد بالنسبه لنا شخصيا سرعه محاكمات، لازم سرعه محاكمات والتباطؤ اللي بقى ملحوظ وبقى مستفز يعني للشعب كله تقريبا، حتى اللي مؤيد او اللي معارض للاعتصام، كل الناس بتجتمع على المطلب ده. تمام، دي اول حاجه بالنسبه لي، محاكمه للرموز الكبيره الاول قبل الصغيره، لان الصغير عمره ما هيقع الا لما الكبير يتحاسب. تمام، تطهير داخليه ده امر بديهي لازم يحصل خلاص، لان لازم يتعمل على اعاده هيكله، لازم يكون في تطهير بشكل شامل. الوزير بذاته ولا السياسه؟ اصل يعني كل الناس بتحترم ليو منصور العيساوي على فكره، كل الناس بتحترمه وبتقدره، بس لو هتحترم وتقدره نوعيه الاحترام اللي انت بتقدرها لدكتور عصام شرف، يبقى الاثنين مضغوط عليهم والاثنين مش عارفين يعملوا حاجه، فبالتالي ما حدش هيساعدهم في حاجه. واللي انا اعرفه من واقع الخبره في الحياه يعني، ان اي مدير لو تحتيه مجموعه عايزه توقعه هتوقعه مهما نعم هتوقعه، خاصه لما يكون عايز يعمل تطهير كمان، فبالتالي انت بتستغنى عن الناس. انا رايي في فبالظبط يعني ممكن يكون، بس ده مطلوب لان الناس كلها بتعمل كده في كل حته. يعني جورجيا فصلت 18,000 حد من وزاره الداخليه عندهم، لما حسوا ان الداخليه خلاص ما فيش امل في الاصلاح فصلوا 18,000 في يوم واحد بقرار واحد. تمام، والاقسام كلها اتحولت لاقسام لجان شعبيه هي اللي كانت بتدير الاقسام، والاقسام كلها معموله من الازاز، فما فيش اي مجال لاختراق هو الانسان اي حاجه، فبالتالي ده قرار بيتاخد ونتائجه احنا خايفين. يعني احنا خوفنا من فلول النظام. تمام، ولا ان هم ممكن يطلعوا يعملوا حاجه بره ويخربوا الدنيا و... لا عايزين حد ادنى اكتر. طب الزميل مينا، مينا ملاد. انا جاي هنا برضو لان مفيش اي حاجه من الثوره بتتحقق، كله واقف، مفيش روح الثوره نفسها. الناس لغايه دلوقتي بنمشي خطوه خطوه، احنا بنش فريقنا عشان حاجه تتحقق. مفيش حد ادنى اقصى الاجور، خطوه ونمشي خطوه ونقف خطوه خطوه كل شهر تقريبا يعني. فيعني مفيش حاجه تتحقق، مفيش حد ادنى اقصى الاجور، الناس الغلبانه ما خدتش حاجه من الثوره في الاخر، واهالي الشهداء في الاخر هم اللي بيبهدلوا، والناس اللي ماتت خلاص ده ما بيروح حاضر بالطريقه ديت. احنا عملنا نص ثوره تقريبا، احنا وثقنا في الجيش جدا وقلنا احنا هنسيب الميدان، وكنا من الناس اللي حاولت تفاضي الميدان يوم 11، بس يعني دلوقتي شايف ان الدنيا احنا محتاجين نرجع تاني. الاداره السياسيه مش فاهمه احنا بنتحرك ازاي، هما بينفذوا المطلب بس بينفذوه كمطلب، لكن روح الثوره نفسها او التغيير او التجديد مفيش. انا عايز اقول حاجه، موضوع المطالب انا شخصيا رايي فيه ان مفيش حاجه اسمها ثوره بمطالب، ثوره بتيجي باهداف، الاهداف لازم تتحقق، تجوب بكل ما قبلها. مش حاجه اسمها انا طب هدخل لكم فلان السجن النهارده، طب فلان بعد ما خلينا سبيله هنرجعه، طب الاجور هنشوف ايه الموضوع، بس ده محتاج سنين عشان نحققه. مش حاجه اسمها مطالب، واي حد بينزل عشان يقول احنا لينا مطالب موحده، حتى لو مطالب موحده، مش حاجه اسمها مطلب. انت ثوره يعني انت بتهد خالص اي كيان فاسد اللي انت صورت عليه، بعدين تبدا تبني من جديد. يعني الثوره ما فيهاش حلول وسط، يعني الثوره يعني ثوره. احنا ما قلناش للاستاذ مبارك بعد اذنك اتنحى فهو اتنحى، في ناس ماتت وفي ناس عشان نوصل للمكان اللي احنا فيه دلوقتي ده. اللتر هنا بيساوي كذا لتر دم، المتر بتاع الارض بيساوي كذا لتر دم، فعشان نتخلى عنه دلوقتي. الناس اللي بتقول المطالب الفئويه يا جماعه، الفئه هي وحده بناء المجتمع، فاذا كنت انا بدور على ثوره قامت عشان مطالب فئويه جمعت مع بعض في ايد واحده، ما اقدرش دلوقتي اخلي الناس ديت عشان انا خلاص اصلي عندي الاقتصاد وعندي، لا الاقتصاد مش واقع للدرجه دي،
الاقتصاد لو عايز تحسنه هيتحسن، لو عايز تمشي البلد هتمشيها، الناس لو حاسه بامن داخلي هتبتدي تدخل وتستثمر وتنتج وتتحرك في البلد. لكن المشكله انت سايب كل حاجه زي ما هي، كل واحد بنقول عليه مطالب فوقيه، لا يا جماعه دول اهلنا ودي مطالبنا من الاول، واحنا كنا عايزين عيش، حريه، عداله اجتماعيه، مفيش ولا واحده فيهم اتحقق لغايه دلوقتي. من حقنا ندور على ده، من حق الناس تقف تعتصم، من حق الناس تقول احنا حقنا رايح، من حق الناس تقول عايزين حقوقنا وفلوسنا. الناس اللي ليها ذويهم قتلوا شهداء في الثوره، حرام ان دمهم يروح بالطريقه ديت. السويس اللي الناس عندهم خلاص طلعوهم براءه، طب وبعدين احنا مستنيين ايه يا جماعه؟ الثوره تملي اوامرها زي ما قال هيثم، والناس تنفذ، دي اوامر مش طلبات. احنا سيبنا قوي كتير قوي للمجلس العسكري ومفيش حد بينفذ حاجه. وبس كنت عايز بس اتكلم في حاجه، يعني دلوقتي من يوم 25 يناير لغايه دلوقتي يعني عملنا مظاهرات وعملنا اعتصامات وكل حاجه وقلنا هتيجي بفايده. شفنا الاستاذ شمس عصام شرف طلع على الاستيج وقال انا انفذ مطالب الشعب وانفذ كل حاجه، ولا شفنا اي حاجه حصلت. فرحتنا بس الناس اللي ماتت، اسر شهداء، هم يجي يعملوا اعتصام يجيبوا كام عسكري وكام ضابط يدبوا فيهم قنابل مسيله للدموع رصاص حي، وبعد كده يطلع التلفزيون المصري يقول لك لا ده ما فيش حاجه حصلت. قناه الجزيره تذيع وقناه العربيه تذيع، شبكه شاخين يا عم ما زاعت، وبرده ما فيش اي حاجه. يقول لك لا ما تدوروش، يا ما يقول لك خليك مع يقول لك التلفزيون المصري سكوا فيه. طب ما احنا قلنا الكلام ده وما عملتوش حاجه. يا فرحتي كنا بنضرب جوه في الميدان وجايبين لك واحد وقاعد قاعدين على الكورنيش بيعزز لب، يقول لك لا اصل اللي بيحصل جوه ده غلط. شكرا.